الثاني يأتي لي مصلحة المنتخب العراقي. عند من؟ عند يونس. علقها يونس. يونس محمود يصل بالعراق إلى الهدف الثاني. العراق يسجل الهدف الثاني. الثاني غير، الثاني أحلى. 18 الشوط الثاني من المباراة، يونس محمود حطها حط في مرمى هونغ سون، وبالتالي الآن العراق 2 ولا شيء فيتنام. يونس محمود بالتخصص، يعني هدف في الشوط الأول وهدف جميل في الشوط الثاني من المباراة. لاحظ أنت، يعني لاحظ معي ال 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 مدافعي المنتخب الفيتنامي وقصر القامة الحاضرة ولعب الكرة من يونس محمود من فوق.